لايف. تخليه شي يدور، ما تخليه شي يدور، ندورو لي ما تخليش الوليد وجهه يدور هكاك. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الرباط. أخليكم مع حالة إنسانية محضة، حالة إنسانية ديال أسرة اللي كتبات في الزنقة أو لباتت البارح في الزنقة تحت البرد وهذا يعني الوضع اللي هو حقيقة مأساوي، وهذه البلاصة اللي هي خطيرة خصوصا على الأطفال الصغار. الأب مهرس من رجليه والأم مريضة، وشافوها الناس واتصلوا بنا وقالوا لنا راه واحد السيدة الحالة الصحية ديالها راها حالة مأساوية، بغيناكم توصلوا النداء ديالهم للمحسنين يتعاونوا معاهم. طبعا الاب مهرس من رجليه، دار حادثه السير، والام مشات كتقلب على طرف الخبز واش كتطلب ولا الله يحسن العوان، وهي براسها مريضه. فالزوج ديالها قال لنا البارح حسنت ليها راسها حيت تجمع ليها القمل والبخوش في راسها، يعني القمل والصيب والحشرات تجمعوا ليها في راسها. هنا غنحاولوا اننا نستمعوا للاب ونشوفوا شنو السبب اللي خلاه انه يوصل لهاد الحاله هذه، انه يعيش في الزنقه هو ووليداته، او لا يبات الليله كامله البارح في الزنقه. سيدي قبلت الميكرو، شحال وانت بايت في الزنقه؟ دابا جاي شي شهر ولا كنبات شهر. شوف غير علاش كتبات شويه يا بنتي، علاش انت كتبات في الزنقه؟ عاودنا شنو واقع لك. دور ولدك، دور ولدك عندك. دور 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 اصاحبي. شنو المشكل اللي عندك؟ في مشكل ديال الفلوس ما عندي باش نخلص. عرض على ديك الوليد، اجا ولدي، اش اجا بابا، اجا بابا، اجا اختي دي لنا عافاك، اجا بابا، اش اش سير سير عندك. لا لا هز الميكرو وعاود لنا شنو واقع لكم. جات المرأة عندي خديتها نهار الاول فيها مرض نفساني وعائلة فقيرة، ونهار الاول خديتها انا غير خديتها مشردة، يعني ماشي خديتها من دارهم، خديتها كانت غير سالفة وكان تكرفت عليها شي واحد ولقيتها غير هذا، وقلت زعما نستر هاد الولية هادي. ومن داك الوقت وانا معاها في المشاكل، تبقات غوت الدار اللي سكننا فيها، تبقات تدبس مع الجيران. يعني المرأة ديالك مريضة نفسيا؟ مريضة نفسيا، وما بغاتش تعالج، ما بغاتش تمشي للطبيب. والبارح قلتي لي حسنتي لها راسها. حسنت راسها حيت نضليها القمل في راسها، وهذاك القمل اللي نضليها تبقى تحكو تحكو في صباعها، قالت ما كاينش الطبيب، ما بغاتش تحسن شعرها، قالت ما حسنش شعرها، ما بغاتش تعالج، ما بغاتش. وبقات قالت انا ما نمشي عند حتى شي طبيب. خلات شرا داك الدواء ديال هذا، حيت ما عندهاش باش تمشي، ما عندها باش تمشي للطبيب، العائله ما عندهاش باش تخلص، حيت الطبيب ديال الحومه تيتفلى معاك يعطيوها رانديفو ما تيسير ولا الدواء لا والو. وبقات هكا تتعاني، كل نهار تتفلي تتشد البنات تضربهم بالعصا تقول لي حيدي لي 10 حيدي لي 5، كل نهار تيحيدوا لها داك القمل من راسها. هذاك القمل دار ليها الحبوب في راسها. الحبوب في راسها كتبقى تحكو هي، كتجي تصحى على داك الحكه اليوم غدا حتى الحوله راسها كله حبوب، كله تفوت وتجرح على مشلخه بالموس. ودابا كلا هذاك الشيء بزاف وعطر عليها، ولا راسها كيحرقها وكتغوت، ربي اللي خلقها. وقالت لي هذا الطراس باش الشعر ديالها لصق مع راسها بحال دايرين ليه الكولا. وعاد حسنت لها غير البارح العشيه، حسنت لها راسها دابا. يعني شعرها توصل لهاد الدرجه حيت انتم ما عندكمش الحمام فين تغسلوا، ما عندهاش فين تدوش. ما عندهاش الحمام فين تغسل، ما عندهاش فين تدوش، دابا حنا مشردين غير في الزنقه. شحال انتم هذه تقريبا قلتي لي شهر وانتم كتناسوا في الزنقه، يعني الناس شافوكم البارح واتصلوا بنا. شافونا هنا واني في ناس بلايص اخرين دفعنا هذاك الشيء وما صورنا عاوتاني شي تليفون وما وصلكمش. شنو اللي شنو السبب اللي خلاكم تناسوا في الزنقه؟ واختي الماده ما عندناش، انا ما خدامش، مهرس من رجلي يدير عمليه. مين مهرس؟ صافي صافي يا ربي السلامه، صافي صافي ما كانتش باينه عليا. يا ربي السلامه دابا ملي كنشوفوا انها دازت كتخماج ليك. لا شريت لها البوماده وتشرف الكينه ديال عاد، حيت واحد الجرحه كانت هي اللي قيحات لي. قرب لك الميكرو. قيحات لي الجرحه، ودابا ما بقيتش باش هذا باش نشري الدواء. عاد المحسنين تعاون معايا، شريت واحد شي دواء باش ينشف لي ينشفها، وكندير البوماده. يعني ديال البوماده، يعني انت مريض والكينه ديال الميكرو تنشربها.
انت مريض درتي حادثه السير والرجل ديالك راه بدات كيخرج لك منها حبوب، الزوجه ديالك مريضه حتى هي مريضه نفسيا كتقلق، وكذلك مريضه حتى من الراس ديالها اللي فيه حتى هي الحبوب، والسبب يعني ديال السبب ديالها هي يعني تعفن النض ليها في الراس هو قله النظافه. يعني نتوما كتنعسوا في الزنقه اكثر من شهر هذا حسب التصريح ديالك، اكثر من شهر هذا وانتوما كتنعسوا في الزنقه. هاد الوليدات مساكن نتوما كينعسوا معاكم برا اها ايوا كي يعسوا معنا ما العائله فين كتاكلوا فين كتمشيو للطواليت الحمام غير في الزنقه كلشي في الزنقه كاين الحمام ولا الناس كيعطيونا الماء كنتوضاو الوليدات ما كيقراوش دابا تيقراوش اختي ما عندي باش نقريهم الوليد الصغير فين كتدوشوا له كتبدلوا له فين كندوشوا الدر كندير له واحد الحمام حتى كندخل الحمام كيدوشوا الناس كيدوشوا فيه سيدي انا كنشوف المعاناه ديالك اكثر من طريقه الهضره ديالك كتبان لي يعني كيخونوك العبارات باش انك تعبر انا دابا كندير لك شي كندير الدور ديال المراه والراجل كنصبر كنبدل ليه المراه عندي مريضه ما عندها الصحه باش تبدل ولا باش ما عندهاش الخاطر وما حطاش عليهم الكبده مراه مريضه نفسانيا وجسميا وكاع المشاكل الحاله اللي تبعث لك نفسيا نفسيا وعائله فقيره وباه مسامح فيهم وهما صغار تيديرهم في الديور تيبدا يخلص يغسلوا المواعن وهذا الشيء 16 ديال الخلق مرتو قتلها باش قيس كانت عندها واحد البراكه راه رابت ليهم حنا نهضروا غير على الموضوع ديالك ما نهضروا على مرت عائله مرتك الوليدات مسكين حتى البنيته شت عندها حتى هي مسكينه الحبوب في رجليها انا كنشوفوها كتعيش واحد الظروف صعبه وهي باقا صغيره شنو هي رسالتك للمحسنين طبعا والجهات المعنيه معايا وربي راه غادي يكمل عليهم نوضو نشوفوا فين عايش نوضو ورينا فين عايش انا قلت لك الميكرو فين كطيب فين كتجلسوا فين كتفرشوا هادو غير الناس اللي عطاوكم هاد الملايات عاونوكم بهم عندناش انت بعدنا لا بوطال ولا ويدي باقي انا مشرف ديال الطيف شنو هي رسالتك للمحسنين اجني هنايا المحسنين هي تعاونوا معايا وربي سبحانه وتعالى راه يكمل عليهم وهذه الحاله ديالي هي الله سبحانه وتعالى بقى يشوفني في هذه الحاله سكي الوليد ديالك باقي صغير وكيف باقي صغير اختي وامو ما حطاتش عليه الكبده وانا ما عنديش الماده باش مسكين الحبيب ماك اوليدي مالك مالك لا حول ولا قوة إلا بالله. ونجيك من الآخر تبغي تعاود واحد الرسالة وأنا باش نقولها. حنا معاك على المباشر. قولها. شنو ما عرفناكش شنو غادي تقول. هذه اللي اغتصبها باقي تتعرف عليه مشات عندك. دابا راه عيد كبير ما دوزاتوش معايا هربات ومشات لعندك. دابا راه عاد باقا كارية هي ويا في السنة الجديدة في واحد البيت في العروبية. ربما كنا مشات لعندو كنقلب على الكره وشي كره واخا ما غنقلب. يعني دابا حنا كنقلبوا عليها حيت البارح قالوا لنا الناس كانت الحاله الصحيه ديالها مدهوره وكانت مريضه بزاف فاش جينا ما لقيناهاش قلت لنا ربما انها تكون مشات تقلب على الكرا ولا مشات تطلب كاملين كنطلبوا الله ولا مشات انها تقلب على من تجيب قوة وليداتها حيت انت مريض وحتى هي مريضه يعني انت ما عرفتيهاش دابا فين مشات. ما عرفتش فين مشات. كنقلب على الكرا ولا ما تنتيقش فيها هذيك المراه ما عرفتش ما ترضاش يقلب على الكرا وطلبات لي 100 درهم بزاف ما عرفتش. لا حول ولا قوة الا بالله، على وجه هاد الوليدات شنو تبغي تقول للناس يعاونوك؟ الناس اختي زوج الله يجعل ربي يجزيهم به النهار الاخر يكونوا غايبين فيه، وراه نطلب المحسنين يتعاونوا معايا الله يعطيهم صحيحتهم، راه انا راه عائلة فقيرة ومريض صحتي، وانا اللي كندير كلشي راه مني مرا ومني راجل ومني كلشي راه عندي ربي. علاش كدير كلشي؟ يعني كنصبر كنطيب كنخرق الدري كنبدل لهم كنفرش لهم كنشمش داكشي كاع. ادوار ديال المراه كنديروها انا ودابا فهاد الشمس حنايا وقفنا غير هاد نص ساعه هادي معاك راه الراس ديالنا تطبخوا هاد الوليدات مساكن شنو المصير ديالهم المصير ديالهم اختي المحسنين يتعاونوا معايا انا قد بهم ما عندهم شي خيريه زعما اللي تقبلوا انا ما كاينش شي واحد اللي يتعاون معايا باش انت باغي تديهم شي مؤسسه خيريه مؤسسه خيريه اختي قراو ما يطلعوش اميه نديروا نداء يعني هذا نداء لكل الجهات المعنيه لكل مؤسسه المؤسسات المعنيه كذلك السلطات المحليه التابعه لهذ المنطقه هذه اللي هي سميت هذه البلاصه اللي حنا فيها هذه حي الصناعي شنو اخر حي الصناعي شنو اخر حي الصناعي حي الصناعي نتمنوا
نتمنوا انه يشوفوا اللي شافوا يعني السلطات المحليه ديال المنطقه ديال الحي الصناعي وكذلك الجمعيات والمؤسسات يحاولوا على انهم يجيو عند هذا السيد هذا. فهو كيقول بغيت انني نصيفط وليداتي الخيريه باش يقراو المؤسسه الخيريه باش يقراو باش يحيدوا من هذه الحراره ديال الشمس وباش يحيدوا من انخفاض درجه الحراره ديال البرد في الليل لانهم مسكينه البنت كنشوفوا فيها انها رجلاتها مسخين عندها الحبوب في رجلاتها وليد صغير كيبكي لانه الجو راه ماشي ديال انه درجه الحراره مفرطه هنا يوم مسكين الدري جالس تيبكي الام ديالو ما عارفاش فين هي الاب مريض من رجليه ومهرس من رجليه وحتى هو كيقول لا حول ولا قوه الا بالله اللي ما عندي ليهم جهد. رسالتك الاخيره الحاج رسالتك الاخيره يا اخي بغيت تعاونوا معايا الله يجعل ربي يعطيهم صحيح صحيحهم ويطول لهم العمر. وهذا اختي ما الله يعطينا من نفسنا نعطيو حنا راه الله غني. الرساله واضحه والصوره غنيه عن التعريف يعني الواحد غير احنا فرشي الارض مغطيين بالسماء ما عندنا ما واخا يعني الواحد باش انه يشوف انسان شكرا لك باش يشوف انا خوه الانسان باقي كيعيش هذا النوع ديال التشرد وخصوصا حيت هو مهرس من رجليه وما قدرش يخلص الكرام ولا تضاجرات عليه. شنو ذنب بهاد الاطفال هادو؟ شنو هو المصير ديالهم حتى هما غادي يخرجوا على المجتمع الا ما تنقدوش دابا الا ما كانت واحد المؤسسه اللي غادي تقدم لهم يد المساعده محدهم باقيين صغار باش يقراو تقدر هاد البنيته اللي غدا كتجري غدا نشوفوها كتمثل المغرب في المحافل الدوليه ولا غدا نشوفوها كترفع الرايه المغربيه في جميع يعني كما قلت في المحافل الدوليه ولا نقدروا نشوفوها غدا واحد المنصب اللي هو مشرف وكيشرف المراه المغربيه. علاش ما نقدمولهاش يد المساعده دابا حتى باقا صغيره؟ وكذلك نفس الحال عليه داك الطفل اللي باقي صغير باقي ما عارفش المصير ديالو دابا كيتحدد اما غيطلع حتى هو شنكار غيطلع كي ماشي لخاطرو راه ماشي لخاطرو غيطلع يعني كما كنقولوا شنكار يعني كنقول غيطلع متشرد لان الام مريضه تقدر والاب حتى هو كيقول مريض وانني باغي نصيفطهم لمؤسسه خيريه باغي نصيفطهم فين يقراو. نتمنى هذا الوليد هذا الا ما تنقدش دابا راه غيكون على المجتمع. نتمنى ولا انه هذا الوليد يلقى اللي يقدم ليه المساعده ويعتقو وينقدو ويكون واحد الشاب في المستقبل اللي يقدم واحد الخدمه جميله لهذا الوطن هذا. نتمنى لهاد الناس يد المساعده هاد الاب اللي عايش هو وليداتو في الزنقه كيف ما كتشوفوا معنا الام كما كيقول ما عرفتش فينا هي واش مشات تطلب وكاملين كنطلبوا الله واش مشات تقلب على الكرا وما كنظنش لان شهر هما اكثر من شهر هما جالسين على برا الام ديالهم مريضه. على كل حال الله يفرجها على الجميع والله يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين والله يدير لهم اللي فيها الخير. وكنتمنوا انكم تربطوا بهم اتصال وتقدموا لهم يد المساعده رغم ان الاب ما قدرش يعبر وما عرفش يعبر على المعاناه ديالو وحجم الالم اللي كيحس به تجاه وليداتو لكن الصوره غنيه عن التعريف. باش تكون اب وكتنعس انت وليداتك في الزنقه فراه ما يبغيها لا الله ولا العبد. دمتم بالف خير والى اللقاء.